كانت بتعزف عليه موجود. والله هي كانت بتعزف على الأورج. كانت بتعزف على الأورج في البيت، وفي صور ليها وهي قاعدة وبتعزف على الأورج. عندها كان واحد صغير واحد كبير. الكبير ده كان حتى بتاع اللي بعهولها مجدي الحسيني، الأورج بتاعه، فهي كانت بتعزف عليه لما كانت بتتمرن على الأغاني حتى وده بتاعته. موجود لسه؟ حاجتها كلها موجودة، مفيش إلا الجزء اللي اتباع بس في الصدأ الجارية اللي على روحها بتاعتها. طيب يعني لما جالك الخبر إنها يعني توفت، خدتي الخبر ازاي؟ يعني استقبلتيه ازاي؟ فكرتي في ايه؟ لحد النهارده انت بتقولي ايه؟ يعني ايه هو تعليقك على الطريقه اللي توفت بيها الراحله سندريلا سعاد حسني؟ بصي انا هقول لك، هو قبل ما نسمع الخبر ده سمعناه 4 مرات قبليها. كان اشاعه قبلها. اربع مرات اشاعه، واكلمها هي حتى على الانسر ماشين في تليفونها، انا زوزو النوزو كنوزو بعد الصفارة سيبوا لي رسالة لو هي نايمة. فكنت يعني اي حد فينا بيكلمها يطمن عليها ان هي سايبة الرسالة دي او ترد على طول، ولو غيرت نمرتها بتروح بعد مكلماني مديهاني على طول. ايوه. فالمهم ال4 مرات بكلمتها، الحمد لله طمنا عليها كلنا، العيلة كلها طمنت عليها. في الاربع مرات اللي صادف فيهم الـ4 اشاعات عن اربع موتها. اشاعات كانت كلها يعني الحمد لله، نتكلم تلاقيها الحمد لله كويسه. افتكرنا الخمسه دي برضو كده، لكن بصينا لقينا التلفزيون وفي يعني حاجه يعني اخبار بتقول في الاخبار، الدنيا اتقلبت. الدنيا اتقلبت كلها. فده خبر مش زي كل مرة، لا ده بقى يبقى ايه ونكلمها. مفيش، كلنا بقى كلنا هنتجنن، عايزين نعرف ده الخبر ده صح ولا غلط. مفيش، ما بتردش، واول مرة تحصل ان هي ما تردش خالص، ولحد بالليل ما تردش، فما بقيناش عارفين. يعني تاني يوم برضو حتى التليفون ده لما بعد كده جالنا، يعني لقينا هو المكالمات كتير قوي من ناس كتير مفيش رد عليه منهم، يعني احنا يعني بس تسيب هي الرسالة موجودة برضو، لكن التليفون